قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد النادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. يا مساء السعادة والهنا على كل مشاهدي خطوة عزيزة في كل مكان. في البداية حابة أهني كل مشاهدي قناة تن بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. ربنا يبلغنا جميعا شفاعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وطبعا ما فيش أحلى من ذكر نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده دعيت ضيفتي النهاردة نسمع منها بصوتها الجميل أحلى إنشاد ومدح في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. منوراني في خطوة عزيزة المنشدة بسمة عبد القادر. أهلا بيك يا بسمة وكل سنة وانت طيبة. كل سنة وانتم طيبين وأهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. والله أنا سعيدة بتواجدي معكم النهاردة جدا. إحنا الأسعد، أنت نورتينا وقمر أحلى إنشاد لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسمة في البداية أسألك، ليكي اختيار معين في الكلمات المدح اللي أنت بتختاريها لأغانيكي؟ الحقيقة أنا يعني بنتقي الكلام كويس جدا، وخصوصا ان انا يعني بلجأ من الكلام بقى للامام الشافعي رحمه الله والشعراء حتى اللي انا بتعامل معاهم. وطبعا يعني عايزه اقول لحضرتك ان معظم الالحان بتاعتي الاغاني بتاعتي الناجحه كلها من الحان زوجي. والله يعني انت بقى واخده كل الـ يعني التقويه كله من عنده هو. طبعا طبعا انا بوجه الدعم طبعا والسلام لزوجي دكتور وائل. والحقيقه هو يعني هو اكتر حد مشجع ليكي، هو محب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعنده يعني في البيت في حاجه اسمها مكتبه موسيقيه وعنده الحان خطيره جدا. فالحمد لله رب العالمين يعني مشينا في النهج ده وحققنا نجاح كبير قوي، اللهم لك الحمد. الحمد لله يا رب دايما. طيب بسمه، ايه احدث اعمالك الفنيه اللي انت بتحضري ليها الفتره الجايه؟ والله يعني انا كان نفسي ان انا انزل بيها النهارده، بس هي الحقيقه لسه ما اكتملتش جوه يعني المطبخ. يعني ملناش حظ ناخد حصري لقناه تن وخطوة عزيزه. هي طبعا حاجه من الحان زوجي وكلماته الحقيقه بعنوان مدد مدد يا رسول الله. ممكن نسمع بس كلمات ليها من غير حتى الالحان؟ ما مش عايزين نحرق، مش عايزه تحرق، ده حصري حاجه علشان صغيره علشان النشر بعد كده. ايوه تمام اوكي. يعني دي احدث حاجه انت بتحضري. انا عارفه ان انت عندك حفله بكره تقريبا. الحمد لله يعني عندي بكره حفله في قصر الامير بشتاك. طبعا يعني انا بدعو كل جمهوري وحضرتك وكل الحبيب المصطفى ينورنا يعني ان شاء الله باذن الله. طيب هنسمع ايه منك دلوقتي؟ بسمع هنسمع اللهم صلي. اللهم صلي عليه الصلاه والسلام. هي كلمات والحان. طيب اللي هي دي منى عيني من التراث، الحان استاذ احمد عبد الله، ودي منى عيني. تمام كلمات من التراث. تمام
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. انت بجد امتعتينا يا بسمه، يعني ما شاء الله صوت جميل واحساس عالي بجد. حبيبتي اسالك في حاجه يا بسمه، الانشاد الديني اختلف دلوقتي عن زمان؟ هو اختلف بكل حاجه، يعني في ايه بالظبط؟ في الريتم نفسه، يعني في ناس بتحتفظ بالهويه بتاعه الانشاد الصوفي، بس الايقاع اختلف. تقصدي كده الايقاع والريتم ايه والموسيقى الاسباب اللي خلت والالحان. فيه اختلاف تطور مع كل العصور، يعني لازم مع مرحله جديده من الاجيال الجديده بيبقى في افكار جديده بتبقى مطروحه، احيانا بتبقى حلوه واحيانا لا. الحقيقه طيب لو انا سالت بسمه دلوقتي ايه اللي مش عاجبك في الانشاد الديني دلوقتي بكل صراحه؟ والله انا بخاف السؤال ده، يعني هيعمل لي مشاكل انا شخصيا. لا ليه، بالعكس هقول دي وجهه نظر على فكره. يعني انا مش ضد ان الانشاد وحب الحبيب المصطفى وان احنا ننشد في حبه يكبر ويبقى على مستوى العالم كله. بالظبط كده، بس بقى يعني زي الحاج الله يرحمه الكحلاوي زي ما كان بينشد. ده فنان كبير طبعا، ده فنان ونجم تقيل وكبير. ده مدرسه، احنا من مدرسته ومن مدرسه استاذه ياسمين الخيام. بالظبط تمام كده. فشوفي حضرتك الفرق ما بين انشاد زمان وانشاد دلوقتي عامل ايه. ايه بقى اللي انت شايفاه مختلف دلوقتي، او ايه اللي بيتقدم وهو مش ده اللي احنا متعودين عليه او احنا بنسمعه؟ اني يعني انا مش شايفه بصراحه ان بيتقدم فيه لحن، مش شايفه اني بتقدم فيه كلام، وكله دلوقتي بقى المقياس هو اني انا اجيب طفل عنده 6 سنين اعمل بيه شو وينشد في حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحقق ملايين المشاهدات وهو ده النجاح. لكن فين بقى المنشدين؟ يعني هي دي وجهه النظر ان هم ياخدوا اطفال صغيرين ينشدوا في مدح الرسول. بالظبط كده. انا عارفه ان الكلام ده هيضايق مني ناس كتير جدا. لا بالعكس، هي وجهه نظر طبعا، واحنا المفروض بنقدم الشيء الصح علشان الناس تبقى يعني ترجع تفهم ايه اللي احنا اتربينا عليه وتعودنا نسمعه، زي الطرب القديم. زي انا فرقه الانشاد الديني بدار الاوبرا المصريه الحقيقه، وانا في فرقه الانشاد الديني وبقدم. والحاج محمد الكحلاوي على فكره برضو ربنا يديله الصحه لازال مهتم جدا بيها، محافظ على الهويه، محافظ عليها يعني. فانا دايما بحس ان الانشاد الديني من اتقل يعني المواضيع على وجه الارض. ان انا اجي اغني وان انا انشد الانشاد بتاع زمان لازم يبقى حد يعني قوي قوي بقى في فهم المقامات الموسيقيه وفي صوت، وان هو بقى عنده فن الارتجال. لا، حاجه مدرسه تانية خالص. مش الانشاد ان انا اقول كلمه هي بتتعاد كل شويه والناس تسقف وخلاص. فين الانشاد؟ لا تمام. مفيش فن، مفيش يعني كلمة حتى بتتحس وبتتقال. التذوق كلمة. مفيش تذوق الكلمة ما بقاش موجود، مفيش لا تذوق لا كلمة ولا لحن ولا عمل الاثنين ده. بس في لا في طبعا فرقة لسه، يعني فرق محافظة على الهوية دي، ويعني طبعا فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية، ودايما يعني لسه كانت مقدمة الحقيقة حفلة امبارح والنهاردة عندها حفلة وبكرة. فهم دايما يعني متقدمين الحمد لله رب العالمين. تمام، هنسمع ايه بقى؟ بنسمع منك انت الحبيب؟ يلا نسمع انت الحبيب. انت الحبيب من الحان زوجي دكتور وائل سليمان ومن كلمات الشاعره يسرية عبد السميع. تمام.
الله الله عليك يا بسمة، ربنا يفتح عليكي. بسمة، لو جيت سألتك في شروط أو معايير معينة بتحطها شركات الإنتاج للمنشدين؟ لا والله حاليا دلوقتي يعني ما اعتقدش، كان ممكن زمان شركات كبيرة، لكن دلوقتي في شركات شركات كبيرة زي إيه مثلا؟ ما مش عايزة اذكر اسمها بقى، مش تمام، عايزين. أوكي. يعني كان لكن ليهم شروط معينة، إيه هي بقى ان الشروط؟ انا ما البس الحجاب، اقلع الحجاب، انك تقلع الحجاب ازاي؟ طيب ان انا ما غنيش انشاد اصلا، اقلع الحجاب. لكن دلوقتي بقت في شركات انشاد ومنتجة، يعني بتنتج الاعمال دي وبشكل كويس. يعني اختلفت دلوقتي، بقت والله للاحسن. والله يا هم بقوا الاقوى دلوقتي، سبحان الله. والله يعني في اختلاف. في اختلاف بس متأخر يعني، بس هم ادوا بقى فرصة ان الشركات دي تكبر وتبقى يعني بشكل اقوى بكتير. تمام. طب لو جيت سألت بسمة، هل على السوشيال ميديا مقاييس المشاهدات والتواجد على السوشيال ميديا مهم جدا للي بيغني انشاد ديني؟ والله هو سلاح ذو حدين، يعني انا بصراحة الموضوع ده هي السوشيال يعني ميديا عامة سلاح ذو حدين، يعني بتبقى هو صعبة شوية الفكرة ان دلوقتي مقاييس النجاح مرتبطة بعدد المشاهدات المشاهدات اللي هي بالملايين. يعني ايه ده بيغني وجايب 20 مليون، طب تسمعي المحتوى؟ مفيش محتوى اصلا. بس في ناس بتبقى عندها محتوى في وبتنجح. ناس عندها محتوى وبتنجح، بس بتبذل فيه مجهود مادي كبير علشان خاطر توصل لده. يعني ان انا يعني يبقى في يعني جانب مادي في البداية علشان انا احقق من خلاله مشاهدات كتيرة ونجاح اكتر. لكن هو دلوقتي السائد خلاص، اللي بقى يعني هي مقياس النجاح بعدد المشاهدات، انت محقق كام مليون يا ابني؟ تعالى يبقى هو ده كده اللي على ناجح طول. يعني. يعني بقت مهمة. طبعا مهم جدا، هو وسائل السوشيال ميديا بقت مهمه. انا نفسي ما كنتش بحب التيك توك ده خالص، بس بدات اتجه ليه بدأت مؤخرا تتجه لي والله. والله، وبتقبله على مضض كمان. بس علشان بس هو ده اللي لازم موجود دلوقتي، لازم طبعا، مواكبة العصر زي ما بيقولوا. اكيد اكيد، هو ده بقى مقياس النجاح، واتمنى ان ربنا يوفقني فيه يا الفتره رب اللي جايه باذن ان الله. شاء طيب الله. احنا نختم فقرتنا برسول الله. يلا يا تمام رسول الله، من الحان دكتور وائل سليمان واستاذه يسريه عبد السميع. تمام اوكي تفضلي. Thank you.
أنا بشكرك يعني ونورتيني يا بسمة، وكل سنة وأنت طيبة والأمة الإسلامية والعربية بخير يا رب. يا حبيبتي ميرسي جدا على اللقاء الجميل ده، وكل عام وكل الأمة الإسلامية بخير دايما يا رب. يا رب اللهم أمين. نورتيني وخطوة عزيزة. لا أعزائي المشاهدين كده خلصت فقرتنا، يا رب تكون عجبتكم. وإحنا معنا تقرير مهم جدا دلوقتي لانطلاق مبادرة عملك الخاص داخل محافظة المنيا، والقائم عليها شركة مروت جروب لصاحبها رجل الأعمال مينا رؤوف وهبة، وهو أحد أبناء محافظة المنيا، شاب ناجح ومميز جدا وشاطر واجتهد كتير في بداية حياته، علشان كده حب يساعد الشباب وأعلن عن مبادرته الأولى للشباب كنموذج من رواد المجتمع لإتاحة فرص عمل كثيرة للشباب في عصر التطور التكنولوجي والتقدم الاصطناعي. تعالوا نشوف نموذج بجد مشرف لكل رواد أعمال المجتمع في التقرير، ونرجع تاني لحضراتكم. احنا بدأنا الشركة بتاعتنا من أكتر من 10 سنين، وبدأناها بأقل الإمكانيات من أوضة صغيرة جوه بيت وبإمكانيات بسيطة جدا، وبدأت الشركة مع الوقت ومع السنين إن هي تكبر لحد ما بقي عندنا أكتر من فرع جوه مصر. فكرة إن احنا إزاي نقدر إن احنا نكون بنعمل مبادرات للشباب، إن احنا إزاي نقدر إن احنا نطورهم علشان يقدروا إن هم يكونوا بيطوروا البيزنس الخاص بيهم، وكمان بيقدروا إن هم يحققوا المشاريع بتاعتهم على أرض الواقع. ولما بدأنا نشوف إيه الشباب دول محتاجينه، فلقينا إن بيكون في كورسات ومحاضرات كتير بياخدوها عن إزاي إن هم يقدروا يبدأوا البيزنس بتاعهم، لكن مفيش حد بيقدر إن هو يديهم محاضرات عن ازاي ان هم يقدروا يطوروا البيزنس بتاعهم ان هو يكمل. ومن هنا قررنا ان احنا نبدا اول المبادرات بتاعتنا من محافظه المنيا في صعيد مصر، وهي المكان اللي طلعت منه الشركه بتاعتنا. ان احنا بدانا معاهم اول مبادره وهي بعنوان هاو تو ديفلوب يور اون بزنس، ازاي ان انت تقدر تطور البيزنس بتاعك. قدرنا ان احنا نديهم فيها سيشن عن الماركتنج، عن البيزنس ديفلوبمنت، عن الفيديوجرافي، عن البيرسونال براندنج. قدرنا كمان ان احنا نكون بنخليهم يقابلوا رجال اعمال وشركات ان هم يقدروا ان هم يستفيدوا منهم ويعرفوا الخبرات العمليه بينهم. وكل ده كان بالتزامن مع خطه الدوله 2030 لتشغيل الشباب ولتطوير المشروعات الصغيره. الاكسبيرينس بتاعتي ان انا كنت اخدت مع الشركه تريننج وانا في ثالثه كليه، وده فادني جدا في دراستي. انا لسه فريش جراديويت، ومع ذلك بدات اشتغل معاهم مع الشركه از ان اوبريشن مانجر، ودي بالنسبه لي كانت فرصه كويسه قوي، لانه في الاغلب بعد التخرج على طول مش بنكون لاقيين فرص شغل كويسه، وده اللي الشركه بتقدمه. انا استفدت من الكورس ان انا ازاي اعمل سوات اناليسز، وازاي ادرس منافسين، وازاي اعمل استراتيجي للمشروع بتاعي اللي انا شغاله عليه. يعني انا درست هنا ماركتنج صح، فانا اكون عارفه امشي بالخطوات صح. الكورس اضاف لي هو يعتبر اداني فلاش باك اكتر عن الماركتنج، ان انا ازاي اعمل ماركتنج للبرودكت بتاعي في الصيدليه، ان انا اقنعه بالمنتج نفسه، وان انا استهدف بيئه معينه بالمنتجات المعينه. شهر حاجه كان حلو جدا وسلس وسهل، فادني كتير انه هيغير البلان استراتيجي اللي انا كنت حطاها. هفكر في بلان جديده، وازاي ممكن ان هي البلان دي تستهدف الناس اللي مهتمه بالحاجه اللي انا ببيعها او البرودكت ده. كمان اتعلمت من الدكتور مينا يعني ان انا في حاجات لازم اعملها عشان ابدا الماركتنج بتاعي، زي مثلا سوات اناليسز، وان انا اشوف الكومبيتيتورز بتاعتي مين هم وازاي وهم ممتازين في ايه وانا اعرف امتاز فيه برضو. الشركه بتقدم خدمات كتير زي الماركتنج، زي البيزنس ديفلوبمنت، زي التريننج. لو اللي هم مش قادرين ان هم يدفعوا تكلفه الخدمات اللي احنا نكون بنقدمها، فبقينا بنقدمها لهم بتكلفه بسيطه جدا، بل وكمان بنقدر احنا نقدمها لهم بالتقسيط، ونعمل تعاقدات كتير مع النقابات ومع جهات حكوميه علشان نقدر نكون بنسهل للعملاء بتوعنا كل الخدمات اللي احنا نكون بنقدمها لهم، وان هي تكون خدمات فعلا متميزه. كل هدفنا من المبادرات اللي احنا بنعملها وبنلف بيها كل محافظات مصر، خصوصا محافظات الصعيد، ان احنا نقول لكل الشباب ان احنا هنقدر نطور المهارات بتاعتكم، هنقدر نخلي المشاريع بتاعتكم مشاريع حقيقيه، نحول الاحلام بتاعتكم لحقيقه وحاجه موجوده ملموسه على ارض الواقع وباقل الامكانيات اللي عندكم.